اما انا تقبلت فرصه، علاش غادي نتبع انا الناس اللي غادي يديوني للهاويه ولا هذه؟ لان كان نوع من النصب وكان نوع من هذه ما، ولكن جو سوي با سيغ باش نهضروا في هذا الموضوع. هذه اللي كاين هي التلاعبات اللي كانت، هي 10,000 الناس قالوا غادي يتمولوا، 10,000 الناس يتمولوا ياخذوا عشرات المليون، بينما انتم قلتوا زدنا 1200، ديك 1200 ها المشكل ديالها، 1200 لان كاين اللي فينا ما خداش عشرات المليون، وفي الاخر كتقولوا لنا زدنا 1200 وانتم تقسيطوا، وحنا دايزين في الاحصاء، يعني راه كل مدينه معروف شحال غادي ياخذ، يعني 1800 كانت في مكناس 1800، يمكن 1800 كاينه في الدار البيضاء، كانت بالنسبة لمكناس، بالنسبة لفاس، بالنسبة لمراكش، كل واحد أنا ما عرفش شحال غادي ياخذوا. حنا براسنا بغينا نفهموا علاش، هذا هو اللي بغينا نعرفوا، علاش علاش أن تخليونا تضيعوا لنا وقتنا، وتخليونا نلتزموا بالكرا، خليونا نلتزموا بالكريديات، خليونا أن حنا بغينا نبينوا البروجي باش منين يجوا لآخر لحظة يلقاونا بأن بادين، ولكن راه حنا بادين كل شيء كريدي باش غادي في الاخر، لان علاش ما حتى شي واحد غادي يعطيك السلعه لا في سبيل الله. كيوهمونا، هذا هو المشكل اللي كاين. حنا لان حنا الاشهار، لان الاشهار مطلوق، الاشهار مطلوق، تيقول لك راه شنو هو، حنا كما نقولوا راه في الاخر تيقول لك سير للتلفازه قول لهم يعطيوك، سير للدوزيام يعطيوك، حنا ما قلناش هذاك اللي داير الاشهار نتاع ايوا اي واحد، راه اي واحد ملي كتهضر مع اي واحد غادي يقول لك انا في نظري ان وزاره السياحه ملي كيبدا المظاهرات وداك الشيء انك تقبط واحد المجموعات باش دير معاهم نقاش باش تهدل الامور باش يخدموا هما في خاطرهم، وكتحاول ان حنا كتخلينا نتسنى وتت الاخر كيخرج بان لا ما عندها ما ديرنا، كل شيء راه راه كاينين الناس استافدوا، ولكن استافدوا على حد على حساب العدد اللي هما طلبوا 10,000 ومن بعد زادوا واحد 1200، ولكن هما بالنسبه للناس اللي وصلوا للتمويل عقد التمويل راه هما راه عدد اكثر من 10,000 و1200 راه كثار هما، وهاد الناس هادو اللي ناضين مؤخرا خرجات ديالهم تيطالبوا بالتمويل تقريبا راه هما اكثر من شكون نقولوا تقريبا هما راه شي 3000 واحد ولا 2000 تقريبا العدد راه فايت شي 2000، غير هما من اكتفوا بداك الميزانيه اللي خرجت التمويل حبسوا. ولكن حنا راه دوزو نفس المراحل، راه هادو اللي تمولوا هادو اللي تمولوا واش راه دوزو نفس المراحل، غير هادوك هما اكتفوا بداك العدد قالوا صافي راه برنامج ناجح، ولكن راه ماشي خصو يشوفوا الجهه الاخرى، راه حتى هما خصو يتمولوا، ان خديتوا العدد اللي كافي اللي قلتوا، ولكن اتصلوا بنا قلنا راه خديتوا العدد اللي كافي حتى حنا غنحبسوا المشاريع ديالنا ما غنديروش صفه قانونيه. حنا خلاونا هما الميزانيه خرجت على حساب 10,000 و1200 وخلاونا حنا خدامين حنا في الملفات ديالنا وفي العقود الكراء والشركات، وكان عليهم في الاول يقول لنا راه صافي اكتفينا بالعدد ما يقعش هذا المشكل هذا، وكاينين اسر وكاينين شباب وكاينين كفاءات وكاينين الناس اللي اصطدموا بهذا الواقع هذا، حنا نتمناو نلقاو شي حلول. المشكل اللي وقع حنا ما هذا كيبقى الجهات اللي هي اللي عارفه هذا المشكل هذا، ونتمنى حنا يلقاو نتمناو يلقاو لنا شي حلول تمويليه، ما يتمناو المطالب ديالنا هو التمويل، مصادر التمويل، حيت دابا جينا عاوتاني نقلبوا على مصادر اخرى راه غنسهلكوا واحد الوقت ونشوف عاوتاني واحد الاجراءات اخرى، واحد البرنامج اخر، وكاين عقود كراء والنسكاريه وصالح المحل، هضرنا واحد العام ديال المجهود ديالنا، وغنزيدوا عاوتاني نهضروا واحد الشهور واحده اخرى مع جهه التمويل واحده اخرى، راه كاينين حلول يديروا اقتراحات معنا الجهات اللي هي ديال التمويل، يديروا مع شراكات ديال التمويل، يديروا راه كاينين حلول. الخرجات بالنسبه اللي درنا امام وزاره السياحه مؤخرا كنا كنطالبوا يديروا لنا شي حلول، اقتراحات حلول، وكنتمناو وكيوعدونا كيقولوا راه غتكون شي حلول وباقي ما شفنا والو، بالنسبه نتمناو يكون شي حلول. هذا ما كان الرساله ديالنا هي نتمولوا الجميع، ما كنطلبوش شي حاجه، لان نتمولي لان كل واحد راه عنده التزامات، كل واحد عنده خدمه ديالو، راه كاين اللي كان موظف وقدم استقالته اللي قال انا بهذا 10 المليون غادي نقدر جامع شي شويه الفلوس وسمح في خدمته وسمح في، يعني دابا من لهنايا هذا الشيء كامل اغلبيه ولا غادي تكثر البطاله، مع العلم ان حنا كناضلوا باش نعاونوا البلاد ديالنا، ماشي كناضلوا باش نهبطوا بالبلاد ديالنا، بقاش دازوا التجربات قدامنا، دازت المرحله الاولى دازوا ودازوا حتى قدامنا حتى هنايا، راه انا فاش ناضوا في النضال الاول تنقول لهم الله يهديكم، راه الناس راهم عيطوا لهم، راه سناو الكونترات راه داروا
وما كاينلاش تزربوا، ما كاينش راه النيت، راه في اخر شهر 12 غادي تعطل الكل شيء. صافي راه هذا ما عمرنا نوينا بان غادي الدوله ديالنا غادي تخلى علينا، هذا هو اللي كاين.